شباب راح نسوي هذا العصير اللي اسمه كوكتيل بس من رمان وكيوي وموز، راح نسويه ونعطيكم رأينا. طبعا هسه راح نجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما بها طعم ولا ما بها استوى. تقييمي إلى صراحة 8 من 10، ليش ما قلتوا 9 من 10؟ 10 من 10. أولا الرمان تعبنا بالتفليس وشلعان قلب، يعني إذا أنتم تحبون شلعان قلب هذا يفيدكم، فيعني من لونه ما يبشر بخير. النتيجة طيب، هو يعني نوعا ما طيب بس يلعب النفس، يعني بقى لونه ما أدري شلون. جربوه بلون مال الرمان بطعم مال الرمان وكيوي بس. الموز ما أدري. الموز.